عبر حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم لأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، شاكرين الله سبحانه وتعالى أن اختارهم هذا العام ليكونوا في ضيافته ويؤدوا هذه الفريضة في أجواء من الروحانية. هذا وأطلق حجاج مملكة البحرين رسائل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية لتقديمها وتوفيرها كل الدعم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. صحيت يعني صراحة صحيت يعني من الفرحة من كل الحجاج كلهم، يعني الحجاج كله صيحوا يقولون يعني أول مرة أن نشوف الكعبة وهالشكل يعني رب العالمين. هذه نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يسر أمورنا أن نحج في هالسنة في هالأيام المباركة اللي هي يوم الجمعة وقوف عرفة، يوم يعني كل مسلم يتمنى أن يكون متواجد، وإن شاء الله دوم هم موجودين وإحنا موجودين بعد بندعي لهم، ندعي حق المسلمين كامل. مشاعر مختلطة، كل المشاعر صراحة، يعني ما في شيء واحد، لهفة، شوق، حب، خصوصاً هذه أول مرة أحج فيها، فالمشاعر وايد نشوة روحانية الحمد لله. كنت متخوفة جداً، بس يوم صارت الفرصة قلت لا بس خلاص يعني لازم بنروح، وما شاء الله يعني لحد الحين كل شيء سهولات، ما في أي خوف، ما في أي شيء، يعني بس إن نراعي إن نلبس الكمام وخلاص أمورك تمام. أول ما شفت الكعبة شنو طرى على بالك؟ أكيد الفرحة، ولا إن أنت من الفئة المختارة اللي اختارك الله على أساس عقب هالسنين اللي الحين بتروح خلاص، وخاصك الله إن أنت بتحج بيت الله وبروح تتأدي مناسكه، وإن شاء الله كله الله يبلغنا يوم عرفة إن شاء الله يا رب. وطبعا نحمد الله سبحانه وتعالى اللي أيسر لنا هذه السنة، وكنا إحنا من الفائزين اللي وصلنا حق هذا المكان، والحمد لله رب العالمين. وطبعا نشكر طبعا حكوماتنا هنا في البحرين، جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد رئيس الوزراء، وحكومة خادم الحرمين الشريفين هني عندنا في السعودية على التسهيلات اللي شفناها كلها، والحمد لله فضل الله، يعني ما تأخرنا لا في المطار ولا في النقاط التفتيش لين وصلنا المطار، ولله الحمد، يعني سهالات يعني وايد يشكر عليها. أول دعوة دعيت الله يغفر لي صراحة ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هاي اللي ذكرها بس ودمعت، بس ما اتذكر بعدين ايش صار.